سيد محمد بن الشيخ سيديا، أحد أبرز شعراء موريتانيا في عصر نهضتها الشعرية بالقرن التاسع عشر، وأحد دعاة التجديد الشعري الأوائل فيها، قال في إحدى قصائده: يا معشر البلغاء هل من لوذعي يهدي حجاه لمقصد لم يبدعي، إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فأعياني وجود المطلع، لكم اليد الطولى علي إن أنتم ألفيتموه ببقعة أو موضعي، فاستعملوا النظر السديد ومن يجد لي ما أحاول منكم فليصدعي. والشعر ليس كما يقول المدعي صعب المقادة مستدق المهيع، كم عز من قح بليغ قبلنا أو من أديب حافظ كالأصمعي. وتفاوت الشعراء أمر بين يدري الغبي وضوحه والألمعي، ما الشاعر المطبوع فيه سليقة وجبلة مثل الذي لم يطبعي، ومهذب الأشعار باد فضله عند السماع على المغذ المسرع، ما الشعر إلا ما تناسب حسنه فجرى على منوال نسج مبدعي، لفظ رقيق ضم معنى رائقا للفهم يدنو وهو نائل منزعي، مزجت برقته الحلاوة يا له من راح دن بالفرات مشعشعي، فيكاد يدركه الذكي حلاوة وطلاوة بالقلب قبل المسمع، تعر القلوب له ارتياحا هزة يسخو الشحيح بها لحسن الموقع.